like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know. جواد مرحبا بك برنامج دودو في اي بي. جواد قنانه مرحبا بك في طنجه. الله يبارك فيك ونهار كبير هذا. الله يطول عمرك وصافي بليزير خويا نجي عندك خويا دودو. مرحبا بك اخي جواد. تبارك الله رسميتك في المغرب سايطه. الله يوفقك. الله يوفقك. ولكن ما نكونوش قدك اخي جواد. انت دابا اختصاص رجال وانا اختصاص عيالات. يعني تبارك الله الانسان فاش يشوف حد متمكن ومحترف راه كيعجبك الحال. تبارك الله عليك اخي جواد. عندك ما تقول خويا جواد. عزيز غادي نديرو الفقره ديال الصراحه. راح يلا سير. ما نكذب عليا ما نكذب عليك. سير الصراحه اخي. يلا سير. شحال عطيتني بعدا؟ ما عندي ما نعطيك. انت ماشي ديال المعطى. انت اصلا وتخيل. الله يكبر عليك. كنضحكوا صافي. الله يكبر. ويا جواد بصراحه كيف جاتك الفكره تدخل للتجميل؟ هو صراحه الله من الصغر ديالي وانا كنميل لهذا الدومين. يعني ماشي زعما تكبرت ولا شي حاجه. كان عندي ميول ديما للماكياج النساء وهذا الشيء ديال العيالات. ولكن الحمد لله منين كبرت ما توفقتش في الباكالوريا. كان عندي جوست نيفو باك. قريت لاكواف. اما بالماكياج ديجا كان عندي موهبه. يعني هي بدات فيه وبحت فيه لا غير. موهبه ولا لا موهبه؟ ما قريتش انا ماكياج. ما قريتش زعما. واش كنتي تتماكي ولا تتعمل داك الشيء ديال الماكياج في الدراري الصغار؟ كنت نخربق نتعلم في الدراري الصغار. ولكن مع الوقت تبارك الله فاش كبرت يعني طورت الموهبه ديالي. عملتي لا كوافور ولا عاد عملتي ماكياج؟ لا عملتي لا كوافور ماكياج. ما قريتش انا اللي طورت راسي براسي. ايتك دابا انت هنا هي ما حبه دخلتي الماكياج. هوايه. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ويا جواد خويا العزيز تبارك الله راه تخدم مع فنانات كبارين. تبارك الله عليك. الله يحفظك. فهمتي شكون الفنانات اللي تقدر تخدم معاهم وما يتخلاوش عليك؟ تقريبا كلهم اللي خدمت معهم ما تفرطوش فيا. يعني باقي العلاقه بيناتنا زوينه. باقي على الاتصال. وقت ما كانت ما تيقدروش ينساوك هيدا في شي فيديو كليب ولا في شي خدمه اخرى. تقريبا كلهم. الا كان شي حاجه ولا تيجيو بحال دابا نقول لك تيعمل لك شي صافي حدهم تيعرفوا شي واحد اخر احسن منك تيبدلوك. ما كايناش. لا تقدر نكون انا اونغاجي في شي خدمه يجي واحد اخر يماكي. مي الا كان شي حاجه سبيسيال بوغ ان فيديو كليب ولا شي تصوير شي حاجه جواد قنانه. مي الوقت اللي انا ديسبو ما كنجي سبور تبارك الله. كاين اللي ميكاب ارتست كثر في المغرب. ودنيا باطمه هي اللي هربات عليك ولا انت اللي هربتي عليها؟ كل فرق ليه الله رزقه كله شد طريقه. لا ولكن هنا تنسمعوا في شي انترفيوات حيت اللي راه مازال انت تتهضر عليها وهي مازال تتهضر عليك. انا ما كنهضر. واش هذا الشيء واش باش تعملوا؟ ممكن تهضر عليا. انا ما كنهضر على حد. انا كما قلت لك انا كنقلب على الكارير ديالي كنشوف مستقبلي. ما تابع حد. كلشي يقلب على الصوت. علاش تشعلات لك هي معاها؟ والله اعلم. السؤال هي واش هي اللي بوحدها اللي شاعله لك معاها؟ شوف شكون اللي عنده الاكثريه شاعل معايا عباد الله. انا ما شاعل مع حد. واش حيت شهرتي وكذا وليتي تطلب لهم الثمن بزاف ولا حيت؟ لا واحد القضيه خاصك تعرف ان الفكره ان اكثر الفنانات تخدم لي فابور. ما كاينش اللي كيخلص. دابا انت الفنانات كاملين تخدم لهم. راه كاينين هادشي. لا لا بليبار بوغ لا بوبليسيتي. راه كاين اللي كتخدم لها فابور. شكون دابا تخلصك؟ لا قلت لك شي حاجه تنتخلصوا. راه كاينين فنانات باغمي الفنانات اللي كيخلصونا الله يعطيهم الخير. ماشي واحد الثمن رمزي. ما تسمعوش فنانه وصاحبك كتعطيك الملايين. بالعكس راه الفنانه هي اللي ما تعطيكش. قد تجي دريويشه. دريويشه. لا كاين فنانات تعطيونا الله يعطيهم الخير دي بخي ريزونابل. يعني كتعرفك انك مديبلاسي وهذا. كاين لا بليبار بوغ لا بوب. ما كاينه شي حاجه اخرى. اخويا دودو صافي بليزير نكون عندك. بعدا الشكل ديال وجهك كي خدمتيه زعما يفرحك. انا من الناس اللي مانياك بزاف اللحية عندي. ولكن تبارك الله عليك. يعني الانسان كان عنده واحد لاتوش راه عنده واحد لاتوش. الله يوفقك الله يسر لك. الله يفرحك. وان شاء الله انت تنشوفك مع دي زاختيست عالميين. هذاك الشيء كتكون تبقى في ربي يخليك. لا انا مغربي ان شاء الله بغينا نشوفك مع المهم خليها في قلبك. في هوليود كما تيقول لهم سيمو بالباشر في هوليود. ان شاء الله حتى حاجه ما صعيبه كتبقى هي الانسان يجتهد والمبادره. الشيء اللي كاين اخويا. ولكن دابا غادي ندخلوا
الفقرة قاصة حسن من الكذاب. أيه. نبغينا شوية شن نديروا لومبيونس معاك اخويا جاب نديروا نشطحوا نركزوا ما عندناش مشكل نجيب حتى الشيخ غادي تجيروا وقيته ديال الشيخ انا صافي كنشاط نشطحوا كاين النشاط واخا الله يخلينا ديما ناشطين يخليكم ديما ناشطين يا جواد هلا عزيز اليوم نسكسف عليك مثيانة ود الخير وا سير قال لك سيدي انت يا كبر في الخير وكذا وكيفاش وقع لك تعاون تي اكس 1 اي كنوا وهذاك السيد يعني واحد طاق اللي طاقوني ناس ماشي طاقوني على قبل مرتو وطاقتني يعني دي فال اللي طاقوني حلاش طاقو يعني كانت بينو التصويره ديال مرتو كتبكي وداك الشيء ويقول لي جواد ما كرهناك تخدم لها مكياج قلت له علاش على الراس والعين وهي تدخل عندي نقافه بيان سيغ موني رمسيس قالت لك انا صل حسابي داك الشيء تجي ديك الفكره مبادره ايوا الله يسخر الجميع ولكن كيفاش نتينا المكياج هما ديجا قبل ما تعمل لهم المكياج للعرس كنت جلستي معاهم في واحد الفيديو شفته وزعما بديتي تتعاون معاهم تقول عباد الله تعاونوا معاهم وهادي وصدق خانة مشى جاب لهم الخاتومه وهادي بالسبب ديالك شوف بزاف د الحوايج كانوا بالسبب ديالي وبزاف د الحوايج وهاد المبادره كانت هاد المبادره كانت اول مبادره كيقوم بها شي ارتيست ولا شي فنان مغربي ولا شي ولد الشعب المغربي اللي من بعدها تقام مبادرات تنقول لك الله فوق كل شيء ومن الاحسن ذاك الموضوع بومباغ علاش تقول باللي انت ندمتي حيت عاونتي سمعتك في واحد التصريح قلتي باللي انت ندمتي حيت عاونتي خير ما عنده با خير ما عنده با سالينا كيفاش اخي فهمت أيوة. فهمنا شنو هو الخير ما عنده با زعما هو ما عندوش باباه ماشي كيستيون ديال ما عندوش كل اي واحد تولد عنده با همو يعني اي واحد تخلق في الدنيا عنده با همو هي هي كتبقى امثال كتبقى امثال قديمه اللي كانت تداولوها في الحياه اليوميه زعما حيت هذاك الخير اللي عملتي فيه ما تيستاهلوش ماشي انا اللي عملت الخير راه المجتمع المغربي كله دار الخير كل هذا الخير ولكن هو تيقول اسيدي خليه يقول يقول تيشوفوك الناس تيقولوا جاود قانانا هو اللي وقف معاه هو اللي هادي و الناس كامل تيقول لكم ما كانش جاود قانانا ما غاديش يعمل العرس ما غاديش قال لك شرا شي دار وشرا درتي له مشروع ما شريناش الدار كرينا ليه ودرنا ليه المشروع ولكن سمعتوا انا فشي تصريح ديال الكاسيدي باللي انت ديتي له فلوس واشوف تنقول لك واحد القضيه والله العظيم اخر همي وين ندي شي 4 دريال انا كنعطي لعباد الله ما ندي لي فلوس شوف قال هايده في واحد اي جاولو فلوس انا اول حاجه كنت مهتم بالمسائل يعني في النقافه نتكونكت معها نشوف مع المسائل بالنسبه للماده ما كنتش مكلف انا ثاني حاجه اخر همي ندي شي حد فلوس الناس يديروا لي فلوسي نطمع عليه في بزق الله والله هذيك انت الله يهديك كنحط راسي وكنعس مرتاح كنجيش عباد الله المهم ما ديتيلو حتى درهم كنت ندي ربي ما يوصلنيش خويا جواد خلينا من المشاكل واش كنتي متوقع توصل مليون دابوني في انستغرام بيان سور كنت متوقع لانني كنت خدام وكنت كان الصيت ديالي وباقي الصيت ديالي يعني الحمد لله الناس متابعيني من المغرب من الخليج من اوروبا من امريكا من القارات الاسيويه الحمد لله كيفاش تابعينك علاش يعني الخدمه ديالي الخدمه ديالي بيان سور الحمد لله وصامخ 1,200,000 دابا ماشي حتى مليون ود الخير ونقولوا انستغرام هو السر النجاح ديالك السر النجاح ديال ابل انستغرام هو انت كشخص كشكون هو انت كانسان كاخلاق كتعامل كتربيه عباش يجي الانستغرام بيان سور الانستغرام بينت فيها الخدمه ديالي وبينت فيها التفاعل ديالي والحركيه ديالي انني ديما مترقي بجميع المدن خارج المغرب والحمد لله يعني الناس بوش اوغاي والناس كتابع جواد قالنا ما عندك يتصلوا بك بيان سور عندك واحد 70% الانستغرام 70% في الخدمه ديالي ما عندكش راشين ديالك في اليوتيوب عندي ولكن ما خدامش حاليا لحق جاب الله وصلت واحد جو 10,000 ابوني مي باقي مع الخدمه توصل 40-50,000 وجواد واش تشجع الشباب يخدموا في انستغرام ولا في يوتيوب ولا كذا اللي عنده دابا شي حرفه وباغي كنشجع الشباب اول حاجه يكونوا حرفيين يكونوا تيتقنوا الخدمه ديالهم
ماشي بالضبط الانستغرام، كاينين مئات الميكاب ارتست ديال الانستغرام وما واصلينش لان داك الشيء عندهم شويه ناقص، الانسان يجتهد ولكن تلقاهم عندهم انستغرام طالع على ديالك. لا ما كاينش والله الا ولكن اليوم هي تيضحكوا هيدا وتيتفلاو كذا. نتحداك ان تلقى شي ميكاب ارتست في العالم العربي عنده 1,200,000 ابوني. دابا الله يرحم والديك، علاش حيت تيعيط لك شي واحد تقول له الو ماما كيفاش هذه؟ هذيك الو ماما الو ماما هذيك ما تمشي لعيط عليها شي حد. هذيك الا ما عجبتنيش شي حاجه تنقول ليه يعني هذيك الو ماما كتعني جوج الاشياء. ما عمرني قلتها لشي حد، وقلتها في شي انترفيو قلت لكم انتم سي دودو الو ماما، شي حد لك لا كذب عليك ولا قنبل عليك تقول لي الو ماما زعما بتكيس عليا. والو ماما عجبتك تقول لها في الفرحه، عجبتك شي حاجه تقول الو ماما شي حاجه عجبك يعني كلها فديتك انا الو ماما. جواد اخويا نشوفك في العراسه تخاوات تتشطح وتتفرح وتتكدا واش قالوا لي باللي راك مجوج؟ وبيان سيغ واخا عجب شطح للزواج يعني انا ديجا كنمشي للعراسات بيان سيغ خاصك دير لومبيونس، خاص ديك العراسات تحيد الناس ستريس ولا بليبار ديال العراسات تيكونوا تيعشقوا تيحبوا تيعشقوا جواد انه يشطح معاهم. واش المراه ديالك ما تتغيرش حيت لا 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 خدمتي هذه خدمتي عاد كلشي كيشطح كلشي كيدردك. شكون هذا المغربي ما تلقيش الشعبي وما تيجيوك؟ هي كاين اللي كيشطح نقي وكاين اللي كيشطح يتعوج تيحط على الارض، كاين اللي كيشطح سكران، كاين انواع دا كله تشطح عادي هيدا. هذاك شداك واش طيح هكاك جواد هكاك تيشطح تنلقى لومبيونس ديالي تنضحك تنشط تمشي نشط مع مالي العرس وبخير والحياه هي هذيك. كنبقى انا كن انا تنشوف تتسطحي مع النساء وعلا خدمتي مع من معاك انت انا خدمتي مع العيالات اش بندير انا بكحل راس بحالك اش بنت سكر فيه ولا سكر فيها. خي جواد أخوي. سمعتك تقول واحد ديسكو عطيه في واحد في واحد العرس عطيه عطيه العرس. شكون هذا اللي غادي تعطيه اخويا؟ هو انت طور انا نعطيك على مناخرك وعلى يدك باش يتقدوا لك مزيان. علاش؟ اغنيه هذيك اغنيه عطيه العصر اغنيه شعبيه مراكشيه يعني الناس فاش يقصروا بعضياتهم تيبي يخلقوا الجو راه تيغنيو تيخلقوا شي حاجه. وهذيك عطيه العصر يعني عادي عطيه العصر على قلبو على رجليه لي زاغو بيه عطيه طول الحيط راب عليا عطيه لوالديه على صدرو نفخلو. جواد اخويا الا عرض عليك اخاوة ديالي شي واحد مثلي مالو قال لك عمل لي ميكا ها؟ من 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 المبادئ ديالي لا انا اختصاص نساء كنخدم العريسات كنخدم لي زانفيتي لا سمح لي ما تتعملش ميكاب في وجهك انتينا؟ انا بنتك انا سميتي زبيده النشاط الله يهديك. واش بنتك انا خويا خرج ندبر على راسي الله يهديك ايوا جي نديرو لك انت بعدا خويا جواد اخويا انا ما نقولكش انا ماكيلي ولا زين لي شي وحده ولا ندخل العائله اللي كيب اللي معايا. انا نقول لك غني لي نغني لك اخويا شوفك تغني إيه؟ على اساس بزاف دابا واقيلا تقلبها ماكياج تبقى تعمل ماكياج تبقى تدخل تغني. ومالا اخويا اللي بيخلصوني ندير لك واحد المقيطع زوين. المهم مقيطع مزيون لالا وهي لالا خلي لالا القوال يقول واللي قالوا مهموني وانا بعدا خليت لكم الله سيدي هواد هذا ديسكو من عند جواد تيرش رش وبخاطر الناس دمراكش. ايوا جيبوا لي اخويا الجوقه وجيبوا لي وبخاطر الناس ومراكش وهي سبعة رجال عطاه عطاه. ما نقول لك علاش خويا جواد اخويا نعطيك واحد الهدية رسمتك مزيان فوقي وتفننت فيك وانا ليكيب ديالي عاود رسموك هالسنياتور ديالو يا خويا تيرش رش الحقوق والله الا انا المشكلة هو أنك واش كياخد ديال التصاور بهاد النظر وهاد النظر هرستهم جلست عليهم ولكن ها هما باقيين سفون والله المهم سوفونير عندك ما يخسبوك اخويا الحقوق الدقوق جواد تعرف بهاد النظر الحقوق الدقوق تي راس راس تي باش باش الله يحفظك جواد بيدو هنايا هو تي راس راس هو بيدو تي راس راس يا سلام الحقوق ديال هرسني هرسني دقدقني تسكني
تبارك الله عليكم وصافي فريمون بليزير نجي عندك اخويا دودو كبرتي بيا وتحيه لنستانجا للجمهور ديالنا والجمهور ديال السي دودو اللي متابعو تنقول لكم شكرا لكم وفديتكم انا قناتنا وان شاء الله نتمنى ان نعود نجي لطنجة باسكو انا طنجة ما جيتهاش السنين هذا فجيت صراحه طلع عجبتني تبدلات ولات واحد المدينه اللي هي صراحه الله كما تنقول لهم مراكشيه تفاجئ القليب تنصح كاع صراحه الناس ديال الجنوب يزور هذه المدينه وبيان سور بالنسبه للرجال يجيو عند السيدو دو يطلع لكم داك الشيء ما نقولكمش يا سلام الحقوق الدقه نعملوا معاهم شي انترفيو مرحبا مرحبا بارك الله عليك باي.